إذن متابعينا الكرام، مرحبا بكم في مباشر جديد من مدينة المحمدية. وفي اليوم الأول من انطلاق متابعينا الكرام منافسات دوري البطولة الاحترافية، متابعينا الكرام يعني في يومها الأول، يوم الافتتاح واللي بدأ بمقابلة ديال الدفاع الحسني الجديدي هناك بالملعب بالجديدة مدينة الجديدة أمام الاتحاد سؤال المتابعين الكرام، واللي لحدود هذه اللحظات يعني تفوق لسؤال بهدف للا شيء، هدف اللي جاء في اولى يعني الدقائق ديال هذا المقابله متابعينا الكرام، بالضبط في الجوله الاولى الدقيقه الثانيه، وبالتالي اسرع هدف في البطوله لحدود هاد اللحظات متابعينا الكرام دائما من ملعب البشير. هو اللحظه ديال توافد الجماهير العسكريه متابعينا الكرام، جماهير الجيش الملكي، هذه لحظات ديال التوافد ديالها بمدينه المحمديه متابعينا الكرام، يعني تحت استنفار امني كبير. هذه اليكم هاد صور ورجع لكم بعد قليل. إذن متابعينا الكرام دائما إليكم أولى الصور لأولى الجماهير الحاضرة اليوم بملعب البشير، كما قلنا في اليوم الأول لافتتاح البطولة الاحترافية. إذن أكيد الجيش الملكي يعني خصوصا بعد التأهل في الدور خلال الدور التمهيدي اللي كان تقريبا منذ ايام متابعينا الكرام، الجيش الملكي اللي فاز بجوج ديال الاهداف للا شيء، مقابله اللي عرفات حضور جماهيري كبير من طرف مناصري الجيش الملكي. اكيد اليوم يقص شريط افتتاح منافسه دوري البطوله، وشنا المنافسه اللي كانت الموسم الماضي Thank you.
إذن متابعينا الكرام، غنخرج معكم هذه المباشرة، نرجع لكم بعد قليل دائما من ملعب البشير وحماءات فريق الجيش الملكي